بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة نتناول التستس الأسئلة اللي عندنا على يونت 8 من كتاب المعاصر، اللي هو اختبار التست والكونسوليديت، اللي هو خاص بالبلاي المسرحية اللي عندنا كانجلير. ولكن كلنا البداية مع بعض، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما ننساش كلنا، يا ريت اللي مش مشترك في القناة بتاعتنا يشترك ويفعل الجرس، ويا ريت نعمل شير لأصدقائنا وزمايلنا ونوصل الفيديو لأكبر عدد. بالنسبة للسؤال الخاص بالقصة اللي عندنا أو بالبلاي المسرحية، مسرحية كانجلير، السؤال الأول بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, there is a youth space outside my town near the mountains. There is a youth club, يعني منحدر، camp يعني معسكر، revenge يثأر أو يأخذ بالثأر، rule يعني يحكم. طبعا هنا there is a youth camp يعني معسكر شباب outside our تاون، بخارج المدينة. Number two, I cut my finger this morning but likely it didn't space very much. أنا جرحت صبعي هذا الصباح، ولكن لحسن الحظ it didn't kill يقتل، fall apart يهجر، rule يحكم، bleed قلنا يعني bleed، أيوة يعني ينزف. طبعا هنا it didn't bleed يعني هو ما نزفش. Number three, be careful يعني كن حريص، when you walk near the space it's very high يعني كن حريص وانت ماشي بالقرب من نقط، لانه بيكون هاي مرتفع، كليف يعني منحدر، كامب معسكر، ريفينج النصار، رول يحكم. طبعا كلمة ايه كليف يعني منحدر، لانه بيبقى المنحدر مرتفع. if something is cruel to you، لو حاجة صعبة او قاسية حدثت ليك، you might want to take، فطبعا انت بتكون عايز ايه on him or her، منه او منها، ريفينج تأخذ تنتقم، رول يحكم، كينجدم مملكة، ستورم عاصفة، طبعا ريفينج يعني تنتقم، a king or a queen، a king or queen الملك او الملكة، have the power لديهم السلطة، to rule over the country، rule يعني يحكم البلد. طبعا بريتند يدعي او يمثل، deceive يخدع، hold يعني يمسك. number 6، someone who really wants to lead a country، الشخص فعلا اللي عايز يقود الدولة، is space for power، is hungry يعني يطمع في السلطة، thirsty عطشان، عندنا angry يعني غاضب، عندنا worry يعني قلق. طبعا هنا hungry يعني ايه طبعا طمع وايه وبيطمع في السلطة، to lead a country is hungry for power يعني بيطمح للسلطة. if someone is finding life very difficult because something bad has happened you might say that he or she has space apart. if someone is finding life very difficult يعني لو شخص وجد الحياة صعبة because something bad happened لأن شيء سيء حدث، you might say ربما تقول he or she has spoken ولا broken ولا fallen ولا taken apart، طبعا fallen يعني يهجرها. number 8، when you have nothing there is nothing left to bring hide lose pretend. when you have nothing لما ما يكونش عندك شيء، there is nothing to، there is nothing left to lose يعني ما فيش حاجة عندك تخسرها، او انت اصلا ما عندكش حاجة، فطبعا ما عندكش حاجة تخسرها يبقى يخسر يعني lose. نيجي عندنا number 9، my father is so bad I wish I didn't have to space to be bigger، والدي زعل جدا، I wish ياريتني او تمنيت I didn't have to bring to be bigger، bring to be يعني احضر، ولا hide يخفي، ولا lose يعني يفقد، ولا pretend طبعا to pretend، pretend يعني يمثل او يدعي، يعني ياريتني ما مثلت او ادعيت عليه ان انا متسول.
Number 10. If you really want to help me, لو انت فعلا عايز تساعدني, space some cloth for this poor beggar. يعني ايه ملابس لهذا الرجل او المتسول الفقير. Bring يعني يحضر, hide يخفي, قلنا lose يفقد, pretend طبعا bring. يعني اجلب ملابس او احضر ملابس لهذا المسكين. بالنسبة للتست اللي عندنا على اليونت. Number one, which بالنسبة لسؤال ال choice, which space of transport do you think is the fastest, is the safest, road transport, rail transport or air transport, which tunnel يعني نفق, schedule research form طبعا which form يعني أي نوع من أنواع transport is the safest يعني أكثر أمانا. I am happy because my daughter has made a space progress in her studies. Satisfactory يعني مرضي, local محلي, improved يحسن, عندنا letter B and C طبعا هنا satisfactory يعني أدت أداء مرضي, يبقى هنا satisfactory. Number 3. The space of a bridge over the Nile costs hundreds of millions of pounds. Facility اللي هو التسهيل, underground اللي هو مترو الأنفاق, construction اللي هو التشييد, monorail اللي هو طبعا الخط الأحادي, طبعا هنا letter C the construction اللي هو تشييد أو تعمير. تشييد الكوبري over the Nile على النيل costs يعني كلف hundreds of millions مئات الملايين. The new project المشروع الجديد will space thousands of job opportunities هيوفر الكثير من فرص العمل. Interrupt يقاطع, persuade يقنع, consider يعتبر, create يعني يوفر, طبعا هنا letter D create. Number 5. Cars السيارات which run on electricity اللي بتشتغل أو بتعمل بالكهرباء are pollution free يعني ملو بتلوث, environmentally friendly يعني صديقة للبيئة, public transport يعني وسائل عامة, A and B pollution free يعني طبعا بتحافظ على البيئة ماشي ممكن, و environmentally friendly يبقى هنا cars with cars which run on electricity, cars which run on electricity are pollution free صح and environmentally friendly letter D A and B الاثنين صح يعني محافظين على البيئة. The underground moves in space under the surface of the earth. The underground moves in tunnels يعني أنفاق, schedules يعني جداول, research يعني بحث, forms طبعا هنا tunnels معروف إن الunderground moves under or moves in tunnels في النفق. I expect to space the decoration of my new flat by next month. طبعا by next month يعني بحلول الشهر القادم, يبقى future perfect. Have been finished, finish or have finished or have been finished. طبعا هنا to have been finished ولا to have finished. طبعا I expect to have finished the decoration. I expect to have finished the decoration يعني أتوقع إن إحنا نكون انتهينا, to have finished the decoration of my new flat طبعا هنا to have والتصريف الثالث اللي هو finished, to have finished. Number 8. The decoration اللي هو التزيين of my new flat is expected to space by next month, to have been finished. To have been finished هتبقى هنا to have been finished و to have finished برضو صح, الاثنين ممكن اقول to have finished by next month يعني نكون انتهت, او ممكن to have been finished letter A, B and C, ممكن نختار letter D. yes ليه؟ لان انا ممكن اعملها passive وممكن اعملها مجهول. انا بقصد decoration التزيين of my new flat دي شقتي الجديدة is expected to have finished ان هو ينتهي, او to have been finished او ينهى. طبعا الجملة ممكن تبقى passive او
active يعني معلوم أو مجهول. He spaces all his homework. He spaces all his homework by 9 o'clock tonight. He will not have finished. He won't finish. He will have been finished. He won't be finished. طبعا هنا he won't have finished all his homework. He won't have finished. طبعا الجملة عندنا passive وليست sorry active وليست passive يعني معلوم وليست مجهول لأن الفعل بتاع he بيتكلم عن نفسه. He won't have finished هو مش هينهي واجبه by 9 o'clock tonight. By this time next week, I space finished all my exams. I will have finished my exams. I will طبعا هنا by يبقى عندنا ايه will have والتصريف الثالث. I will have finished. She hopes she space found a good job by the age of 30. She has found, she will have found, she will be, she had. She hopes she will have found. She will have found. يعني هتكون وجدت. By the age of 30. طبعا by يبقى future perfect. يعني مستقبل تام. لأن عندنا by ومدة زمنية في المستقبل. By this time next week. يعني بحلول هذا الوقت الأسبوع القادم. ملك space her final exams. هتكون ملك انتهت من امتحاناتها. ملك will have taken her final exams. ولا will have been taken طبعا هنا هتبقى will have taken يعني ملك هتكون أخذت كل امتحاناتها. طبعا الجملة active وليست برضو passive لأنها معلوم وليست مجهول. Next Monday the company space a party to honor the manager before he retires. Next Monday يعني الاثنين القادم the company will give a party ولا عندنا هنا is going to give ولا is giving a party ولا shall give. طبعا هنا is giving قلنا المناسبات الاجتماعية بتبقى present continuous يعني مضارع مستمر يبقى ايه هيكون في استعدادات فتبقى is giving. Take your time يعني خد وقتك and I space for you by the gate وانا هستناك على البوابة. I will have waited ولا I will we waited ولا I will wait ولا I going to wait. طبعا هنا take your time I لو جينا نختار اللي choose I will be waited ولا I will wait. طبعا هنا I will wait قرار سريع I will wait for you by the gate. Take your time and I will wait. ممكن ده يبقى كمان promise يعني ايه يعني وعد بوعده ان هو يستناه على البوابة. Don't worry يعني ما تقلقش. أحمد I space you a new mobile to replace the one I have broken. I am going to get يعني أنا هجيب لك واحد ولا I am getting ولا I will get ولا I get برضو دي promise وعد. Don't worry ما تقلقش. I will get you ممكن ده بقى وعد أو أوفر عرض عليه يعني بيعمل له عرض. I will get you ولكن هو الأفضل تبقى promise وعد. I have just got an idea أنا لسه فقط وصل لي فكرة. Take the shopping home خد مشتريات المنزل and I space to the central to pay the bill وأنا هروح على المركز وأدفع. I going to ولا I am going ولا I goes ولا I will. طبعا هنا I will go لأن طبعا ده بنسميه قرار سريع. I have just got an idea لسه وصل لحالة. Take the shopping خد التسوق المنزل وأنا هدفع يبقى هنا I will go. طبعا هنا قرار سريع. بالنسبة للpassage القطعة organizations that build digital media organizations المنظمات اللي بتبني medical video products. build يعني بتبني طبعا digital media projects products طبعا منتجات. مرة تانية الباسج. Read the following passage then answer the questions. Read the following passage then answer the questions. Organizations that build digital media products rely on multi-skilled teams and manage those teams with business processes designed to enhance their efficiency and effectiveness. طبعا organizations المنظمات that build digital media اللي بتقوم ببناء البرودكتس المنتجات اللي بتعتمد على اللي هي الميديا او الوسائل التقنية اللي
اللي هي مين؟ الرقمية. بتعتمد on multi-skilled، على مهارات متعددة أو فرق مهارات متعددة teams and manage، وتتمكن وتمكنهم those teams، هذه الفرق with business process، process يعني من عمليات العمل، designed المصممة to enhance، لتعزيز their efficiency اللي هي كفاءتهم and effectiveness واللي هو الكفاءة والمهارة. For example making a game requires، يعني تصنيع أو القيام بلعبة، requires بيتطلب، storytellers يعني طبعا اللي هم راوي قصص، programmers يعني اللي هم مبرمجين، artists يعني فنانين، data analysis يعني بيانات data، user experience designers يعني مصممي خبرة مستخدمين أو مصممين للخبرة، the project managers يعني مديرين للمشروع، and animators يعني مراقبين. throwing things over the wall، throwing things over the wall، between separated groups بين الفرق المنفصلة، of experts الخبراء isn't an effective way to manage things، يعني ليست كافية بكفء للسيطرة أو للتحكم في الأشياء. You have to ensure that they understand each other، إن هم فاهمين بعض، work together يعملوا مع بعض، creatively or creatively يعني إبداعية أو بمهارة، and collectively وتجمع تشيف إنهم يحققهم a result، نتيجة that delivers بتسلمهم a world class experience، إلى خبرة عالمية. The skills المهارات required to manage these multi-skilled team members and fast-paced nature of the industry means that digital media producers اللي هم المنتجين لهذه الميديا have to have a communication، بيكون عندهم اتصال، and collaborations وتعاون، skills أو مهارات تعاون، as well as a depth and breadth of knowledge وعمق للمعرفة that is unprecedented يعني غير مسبوقة، unprecedented. team members فرق أو أعضاء الفرق are educated متعلمين on those two aspects المجالات أو هذين المجالين، working العمل in multi-skilled teams في فرق متعددة المهارات، and engaging with a widening range of modern وطبعا الاختلاط مع مجموعة wide range مجموعة واسعة حديثة، creative مبدعة، business عمل، processes يعني عمليات عمل، while making digital media products that deliver values for people، وهذه الميديا بتقدم قيم للناس. Programs are designed، البرامج بتكون مصممة to help graduates الخريجين develop several main abilities، لتنمية مهارة أو لتنمية قدرات عديدة رئيسية، that will serve بتخدم them well in their career بتخدمهم في مهنتهم. A program should cater well to member with an entrepreneurial with an entrepreneurial vision يعني وجهة نظر متسعة، in addition to developing their business skills بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل، they also improve their abilities to pitch or seek the right parameters or partners and investors والمستثمرين والشركاء، and manage resources it should offer specified project يعني بتقدم مشروع مخصص، venture internship يعني مشروع تدريب، venture internship. opinions يعني آراء، to help members لمساعدة الأعضاء، create and launch a new business لانطلاق مجموعة عمل، a new digital media product لهذا المنتج الرقمي. Number one, the underlying word is throwing things over the wall. يعني إلقاء الأشياء على الحائط. In the passage means living in separate rooms. يعني يضعها في حجرات منفصلة. Learning how to school is يتعلموا إزاي يروحوا or how to shoot.
learning how to shoot ازاي يطلقوا good relationships يعني علاقات حسنة lack of good relationships. طبعا هنا throwing things over the wall يعني يرمي الأشياء يعلقها على الحائط، طبعا هنا lack of good relationships يعني ايه علاقات سيئة أو بيفتقلوا على علاقات حسنة. Number 18 according to the passage يعني طبقا أو وفقا للقطعة. A successful digital media production needs a space business teamwork personally skilled individual family. طبعا هنا بتحتاج letter A teamwork يعني عمل جماعي. طبعا طول القطعة بتتكلم عن teams والcooperation أو collaborations اللي هو التعاون أو العمل الجماعي. The underlined word launch in the passage can be replaced by كلمة launch هنا معناها يطلق حملة sale sell start succeed. طبعا هنا letter C start معناها يطلق أو يبدأ حملة. Which of the following is the best title for the passage يعني أفضل عنوان للباسج القطعة. The downsides of digital media يعني الآثار السلبية للديجيتال ميديا، ولا عندنا هنا the merits of digital media يعني مزايا الديجيتال ميديا، digital media teams يعني فرق الديجيتال ميديا، ولا the dangers of digital media طبعا هنا digital media teams يعني فرق الديجيتال ميديا. What's the passage؟ What's this passage mainly about؟ القطعة دي بتتكلم عن إيه؟ طبعاً it's about producing digital media. Do you think it's a worthwhile idea؟ Yes, I think it's a worthwhile idea. يبقى what's this passage mainly about؟ It's about digital media or producing digital media. ممكن أقول producing digital media يعني التحدث عن اللي هو الديجيتال ميديا أو إنتاج الديجيتال ميديا. Producing. Do you think it's worse? Yes, I think it's worse because we live in the age of digital media. يبقى yes. ممكن أقول yes. I think yes. As we live in the age digital media لأن احنا أصلا بنعيش في عصر الديجيتال ميديا and use daily وبنستخدمها الوقت يوميا. يبقى and use it daily يبقى ممكن نقول producing the digital media yes. ممكن نقول في الرأي تاني yes we live in the age of digital media and use it daily وبنستخدمها يوميا. What do you think the most important ingredients of success in the digital media team mentioned two basic reasons ونذكر سببين. طبعا هنا قالنا what do you think the most important أهم اتنين. طبعا number one the quality of the final project the quality of the project and members of the team have to be aware of the latest development. يبقى what do you think of the most important ingredients؟ أعتقد أهم حاجتين ممكن نقول each team should understand the others. كل فريق لازم يكون فاهم الآخر. يبقى understanding others in the team يعني يكون فاهمين بعض في التيم الفريق دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو to know the latest or to be aware or to be aware developments. يبقى هنا لو جينا نشوف إجابة الجزئية دي تاني understanding others in the team يعني فهموا بعض في الفريق. The number one to be understanding or to be aware تكون على وعي أو دراية of the latest developments ونكون على وعي بأحدث التطورات. If you are a member of a digital media team, what work on a digital media game, which role would you play? طبعا الدور I would like to be a storyteller. بحب أكون storyteller because I like to for me. طبعا كل واحد بيختار زي ما هو عايز. Do you think the digital production team members should have venture internship options يعني يكون عندهم خيار للتدريب لمشروعات التدريب؟ Why طبعا I think so because some need to be trained and others don't need. يبقى do you think yes. Yes as some don't need to be trained لأن ممكن في ناس مش عايزة مش محتاجة التدريب. طيب نيجي عندنا السؤال الأخير translation translate into Arabic. There is no
justifiable reason why our electricity, heating and cooling and transportation needs aren't powered by 100% renewable energy. طبعا الترانزليشن مرة تانية, there is no justifiable reason, يعني لا يوجد سبب justifiable طبعا مقنع, why electricity ليه الكهرباء أو لما الكهرباء مثلا أو الطاقة, there is no justifiable reason why our electricity heating and cooling and transportation need aren't powered by 100% renewable energy. لو جينا نشوف الترانزليشن مع بعض, there is no justifiable reason, يعني لا يوجد سبب مقنع why our electricity لعدم حصولنا على الكهرباء, التدفئة heating and cooling التبريد and transportation اللي هو النقل, aren't powered by عن طريق الطاقة المتجددة بنسبة كام؟ 100%, لعدم حصولنا عليها بنسبة 100%. يعتبر القطار أحادي الخط طفرة كبيرة في عالم النقل والمواصلات, فهو ليس فقط مجرد وسيلة سريعة للسفر أو التنقل بين المدن, لكنه أيضا أكثر أمانا مقارنة بوسائل النقل الأخرى. طبعا the monorail is a big leap, يعني طفرة كبيرة, in the world of transportation, في عالم أو في عالم النقل. That's because it isn't only a fast way to travel, أنه ليس فقط طريقة, not only a fast way to travel and move between cities, but it's also safer, يعني أكثر أمانا, compared to other means, بالمقارنة إلى وسائل أخرى of transportation للنقل. لو جينا نشوف الترانزليشن مع بعض, لا يوجد سبب مقنع لعدم حصولنا على احتياجاتنا من الكهرباء electricity, heating التدفئة و cooling التبريد, النقل transportation عن طريق الطاقة المتجددة renewable energy بنسبة 100%. بالنسبة لترانزليت into English, the monorail is a big leap, يعني طفرة كبيرة, in the world of transportation, في عالم النقل, that's because, وهذا بسبب, it's only, it isn't only, ليس فقط, a fast way, ليس وسيلة سريعة to travel, للسفر and move between cities, but it's also safer compared to other means of transport, ولكنه أكثر أمانا بالنسبة إلى طرق أخرى من النقل. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا, أتمنى النجاح والتوفيق للجميع, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.